القضية الأولى الرياضيات. الرياضيات. تفضل سيدي القاضي. نعم سيدي القاضي، لقد كثرت الشكوى. أما الرياضيات تتدخل في أمورهم ولا تدعهم يعملون إلا وهي معهم. المحامي. نعم، تتدخل الرياضيات مع جميع النواحي، وبتطورها يتقدم العلم وتتطور الحضارة وينعم الإنسان بتقدمه. الشاهد. سيدي القاضي، أنصت لكلامي، إني أتمت وجودها وبها عشت أحلى الأيام. تنقذني عندما أغرق في بحر الأيام، وجدتها رفيعة أفكاري وبها أشعر بالأمل وأحقق كل الأماني. أحبها في رموزها وعملياتها ومعادلاتها، بها أقمت الجسور وأنشأت القصور، فهي الفن الهندسي الجميل والعلم البديع واللغة التي يتحدث بها العالم دون اختلاف. فمهما كتبت فيها فلا تكفيها أبياتي لحبي لها حتى الممات. إن المواد كلها تتكامل لإمارة الكون ورقي الإنسان، ولن يتقدم العالم إلا بالتعاون والمحبة والصلاح. حكمت المحكمة ببراءة الرياضيات. براءة. الحمد لله. الحمد لله. جمع طرح ضرب قسمة علم الذي علمه.